شيف ضحى، بصل وملح، احنا اليوم يعني لسه في العشرة الاولى من رمضان. بدات المسلسلات تبان ملامحها، الناس بدات تشوف تتابع، يعني خلاص دخلت في جو المسلسلات. لكن زمان كان في مثلا المسلسلات الجديده مسلسل او اثنين هم اللي يضربوا ترند وكل الناس تكون بتتابعهم. الحين لا، كثره المسلسلات، التشتت، كثره المنصات، كثره يعني مثلا اول كنا نقول في صافي اونلاين بالضبط، يعني مثلا صارت تنزل الحلقات نقدر نشوفها براحتنا، مو زي قبل نشوفها مثلا في ساعه معينه. انت كيف علاقتك مع المسلسلات؟ مثلا تحبي المسلسلات المصريه الخليجيه؟ تحبي دائما تتفرجي تتابعي اشياء معينه؟ كلنا نحب برامج الطبخ. والله صدق 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 انا ما عاد اقدر اركز لان كميتها مره كبيره. يعني انا ما اركز، وبعدين انا ما احب اني ادخل في مسلسل في مود حزن وصراخ وكذا. فاذا لقيت انه شيء مره حلو ومهم طيب تابعته، بس غير كذا لا. مين ام خالد؟ مين ام خالد؟ ام خالد هذه واحده على التيك توك الله يسامحها دنيا واخره، تخليك تخلي اللي ما يجوع يجوع. شوفي نسيت مع سيرة علومي والله العظيم تخلي اللي ما يجوع يجوع. ام خالد هذه الله يسامحها يحللها ويبيعها، اليوم قاعده تاكل محشي كرنب. يلا شحتك. ايوه تخيلوا احنا صايمين بعد، مو مشكله تشهيني اطبخ اكل. طيب احب انا صراحه تكتوكيه. طيب بما انك ما تتابع مسلسله، ايه مين الفنان او النجم اللي تحرصي انك تتابعينه مسلسل؟ انا قصي خوري مثلا. قصي خوري اول اول، بس الحين خلاص يعني شوفوا، يعني انا بقول لكم شغله، مسلسل نادين النجيم وقصي يعني صار اعاده، انه في تحدي، ما عاد في احس انه في شيء يجذبني، عرفتي؟ بس هم از كابل مع بعض كذا ثلاثي خلاص. طيب بس اوكي، كم مسلسل صرنا شايفين؟ كيف اقول لك النهايه؟ انا خلاص ما اقول لك خلاص. طيب اسمع، سمي. تعرفي انا بالعاده لما ابغى اتابع مسلسل اتابع يمكن في نص رمضان، ويهمني دائما اقول مثلا انا رؤى احب الفنانه هدى حسين، ايش لها دور او ايش لها؟ صراحه هدى العام ابدعت، عرفتي؟ ايوه استنى دائما والله، وضربت معاها ما شاء الله. اي اي دائما يعني كريمة. شخصيات متغير. ايوه كريمه كريمه.